بين استراتيجيات رئيس حركة حماس أي يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب القائمة، هل الصمود وقت أطول يضمن اتفاق أفضل للطرفين؟ ليال قد يبدو أفضل لطرف على حساب الآخر في معادلة غير متكافئة عسكريا، كلاهما يعتقدان أن الصمود أطول ربما يجنبه اتفاق لا يناسبه. فنتنياهو أمام مطالب للتوصل لاتفاق، في حين أن الائتلاف الحاكم هدد بإسقاط حكومته إذا قدم تنازلات كبيرة. يراهن نتنياهو على تحقيق انتصار وقتل يحيى سنوار وتحرير المحتجزين، ما يقدم فرصة لإصلاح وضعه السياسي. فإذا سقطت حكومته يعني ذلك انتخابات مبكرة قد تجرده من السلطة، بالتالي محاكمته بتهم فساد ومحاسبته بشأن إخفاقات هجوم 7 أكتوبر. لكن طول أمد الحرب يحمل معه مخاطر، حيث يرتفع عدد القتلى الجنود والرهائن ربما، وتزيد عزلة إسرائيل دوليا. أما السنوار فيريد إنهاء الحرب بشروطه وبيده حوالي 110 محتجزين إسرائيليين. السنوار يريد كذلك ضمانات بعدم استئناف الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة السكان، والأهم إطلاق شخصيات بارزة بين الأسرى الفلسطينيين. لكن ثمت مخاطر بالنسبة للسنوار في حال طال أمد المفاوضات، سواء بالنسبة لمصير المحتجزين أو ازدياد السخط الشعبي على حماس أو حتى احتمالية اغتياله.